أكاديمية نادي الوحدة اللي هي منجم ذهب بصراحة في الإمارات، على مر السنوات قدمت مواهب كثيرة ولاعبين مميزين لجميع الأندية في الدولة. يعني صار بعض التراجع في الفترة الماضية، ولكن نسعى إن شاء الله بناء على توجيهات الشيخ وملاحظاته إن في الفترة القادمة راح نمشي على توجيهات سمو رئيس النادي وإدارة النادي، ونحاول نرجع الإدارة، إدارة الأكاديمية أو الأكاديمية بشكل عام ومدارس الكرة والأكاديمية التجارية لوضعها الطبيعي، لأن تكون في ريادة أكاديميات الدولة إن شاء الله. طبعا وضعنا في الفترة الماضية أهداف كثيرة، نحاول إن شاء الله أن مع الكوكبة الموجودة من مدير فني وأجهزة إدارية وفنية أن إن شاء الله ترجع للمقدمة كأكاديمية رائدة في إنتاج لاعبين على أعلى مستوى في الفترة القادمة إن شاء الله. راح يكون فيها أهداف كثيرة للأكاديمية الفترة القادمة، أن نرفع لاعبين للفريق الأول على أعلى مستوى بإمكانيات كبيرة، سواء فنيا وأيضا أخلاقيا، ونهتم بأدق التفاصيل من الناحية هذه. أيضا يعني كانت من توصيات إدارة النادي وسمو رئيس النادي أن خلق بيئة عمل محفزة إيجابية للجميع، يعني بما معناه أن الشخص اللي يجي الأكاديمية يكون سعيد، سواء كان مدرب ولا لاعب ولا إداري ولا حتى أولياء الأمور، راح يكون في عمل مختلف إن شاء الله في الفترة القادمة. نتأمل التوفيق إن شاء الله للجميع. طبعا المدير الفني السي في ماله قدامكم، والكابتن اسلام شكري. انا بترك بعدين الكلام للكابتن مارك بوتا، والكابتن اسلام يتكلم عن الاكاديميه التجاريه وشو اهدافها الفتره القادمه. I think my most important job is to work with a good group of coaches, youth coaches, to improve the coaches, and by improving the youth coaches we improve the youth players. And if we improve every month the youth players, the teams will play better, and then at the end of the day we will produce good talented youth players to be ready to step up to the first team. But to produce a good football player, it takes 10 years. You start with 8 years, then you go to 9, to 10, to 11, to 12, to 13, 14, 15, 16, 17, 18. It's like in school. You have to have progression. Every year they have to learn more. They have to show very good attitude. And I'm very sure that with all the people involved in the academy, we will do a very good job in the next coming years with the WADA Academy. Today is a very good day. Because we start training today. And to make training every day is the most important job for coaches and for players. You have to work, 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 work. You have to dedicate yourself. You have to sacrifice yourself. You have to do a lot of things to become very good. Nobody, no player in the world becomes a very good player without hard work. So this is our motto. We have to work very hard with a very, very good discipline, with very, very good quality coaching, and with the right philosophy. I'm 100% sure that we will develop very good players.
We will make a lot of development during the week, but in the weekend we will play to win. So that's the combination that we are looking for. From Monday to Friday, or from Saturday to Thursday, we will train to develop the players, but when we play the game, we want to win, because football is a game to win. So again, I'm very happy to be here. I will share my 30 years of experience in football and top football with top talented players. I will give my experience to the staff and the players of Al Wahda for a better future of this club. Thank you very much. على الثقة اللي حطها في شخصنا وفي الإدارة الجديدة، وبشكر كابتن خالد الهنائي وسعادة خالد الهنائي وسعادة أحمد الرميثي على الثقة. طبعا هتكلم على الجزئية اللي المفروض إن شاء الله هبقى متولي المسؤولية عليها، وهي الأكاديمية التجارية أو الأكاديمية الاستثمارية، وهي حاجة يمكن موجودة في العالم كله من فترة كبيرة، لأنه الفترة الأخيرة بقت مصدر دخل كبير جدا للأندية سواء في أوروبا أو في العالم كله، وإحنا لازم نحذو حذو الأندية الكبيرة اللي موجودة في أوروبا. طبعا بعد المصاريف الكبيرة اللي بتحصل في قطاعات الأندية سواء على مستوى البراعم أو الناشئين أو الفريق الأول، بقى من الواجب على الإدارات إن هي تدور على مصدر يحاول حتى يغطي به الشغل بتاع الأكاديمية أو قطاعات الناشئين. وإن شاء الله إن إحنا عندنا خطة كبيرة جدا في نادي الوحدة إن إحنا نبقى الأكاديمية رقم واحد كمدرسة لتعليم كرة القدم، وهتبقى اسمها الوحدة فوتبول سكول أو مدرسة الوحدة لتعليم كرة القدم. إن شاء الله إحنا عندنا 6 مراكز من قبل، هنبقى بنتحرك في نفس الأماكن اللي هم هيبقوا موجودين فيها، يمكن هنبقى مختارين بعض الأماكن منهم اللي هيبقى اللي هي منها إن إحنا نبقى متواجدين في مدينة زي أبو ظبي، زي الشهامة، زي الشمخة، زي بني ياس. لسه بنقرر مع الكابتن عبد الباسط ومع الإدارة هيبقى فين الأماكن النهائية، هنبلغكم إن شاء الله وهنعلن عنها. مدارس الكرة التجارية أو المدارس الاستثمارية يمكن بتبقى فيها جزء ممارس بالنسبة للاعبين، اللاعبين بيبقى مفتوحة للجميع سواء الولد عنده موهبة أو لأ، الولد جسمه يتناسب أو لأ، وفي الآخر بنختار أو بننتقي منهم اللاعبين الموهوبين اللي بعد كده احنا بنبقى بنجذبهم لأن هم يبقوا موجودين جوه مدارس الكرة وجوه الأكاديمية. طبعا هي بتبقى معمل تفريغ كبير جدا للأكاديمية، وبتبقى في نفس الوقت ليها هدف مادي والهدف الفني. طبعا ان شاء الله مستر مارك فوتا ان شاء الله هو اللي هيشرف على الأكاديمية الاستثمارية برضو كشغل فني، ويمكن من اهدافنا ان احنا نطلع كوادر جديدة في المدربين، وبنتمنى ان احنا نقدم حاجه جديده لنادي الوحده، ونبقى عندنا الاهداف المرجوه منا نقدر نحققها ان شاء الله. شكرا. انا احب اشكر سمو الشيخ ذياب بن زايد على هاي الثقه، وان شاء الله يا رب نكون قدها، والاخوان في اعضاء مجلس اداره شركه كره القدم، الاخ خالد سعد، خالد الهنائي، مجموعة العمل اللي موجودين في النادي وفي إدارة الأكاديمية. أنا ما عندي حديث وايد في كثر ما قالوا الإخوان، بس حابة أرحب في المدير الفني مارك والكابتن إسلام شكري، وإن شاء الله يا رب يقدموا لنا الفترة الجاية إضافة للأكاديمية وإضافة لنادي الوحدة، وأتمنى لهم التوفيق في الفترة الجاية.
مشكورين.